مطار كابول ما عاد بوابة العبور من أفغانستان إلى العالم، بل شاهدا على لحظة الانتقال من عهد إلى آخر. تريد حركة طالبان أن تبعث الحياة في مفاصل الدولة التي تحكمها الآن، ويريد هؤلاء الموظفون أن يستأنفوهم أيضا محاولة العيش. لا يهم أفراد الشرطة العائدين لمواقعهم حديثا على هذه البوابات أن يستظلوا بحكم طالبان أو غيرها. الأهم يقولون أنهم تلقوا اتصالات من الحركة لعودتهم ليعود مطار كابول للعمل. الأمن الآن في كل أفغانستان شاغل حركة طالبان ودافعها للقبول بأن تصير المسافة بين مقاتليها هؤلاء ورجال الشرطة السابقين قريبة لهذا الحد، بطموح العفو عن كل رجال الأمن ودمجهم في جهاز واحد، هكذا تقول تصريحات مسؤولي الحركة. وتلك خطوة لم تخلو من عقبات. لا يهم أن يقف على هذا المدخل من خدم في الحكومة السابقة، الأهم أن يعود مطار كابول للعمل. لم تمانع الحركة وقوف هذه الموظفة صفا واحدا إلى جانب زملائها. الأجدى تقدر طالبان أن يعمل المطار دون توقف لتخرج أفغانستان من حالة الشك إلى شيء من الاستقرار. لكن إلى الآن لا تصدق هذه الأفغانية أنها تقف في مكان عملها السابق وطالبان تحكم البلاد. بعد أن تم الاتصال بي للعودة للعمل دهشت، لم أتصور العمل مع وجود طالبان، ولكن الأمور هنا تسير بشكل طبيعي. خارج هذه البوابات قبل أيام قليلة كان الأفغان ينتظرون بيأس للعبور إلى الضفة الأخرى. على بعد أمطار من هنا كان آخرون يصارعون الموت بعد أن استهدفهم هجوم لتنظيم الدولة. وهنا لا يلوح إلا سراب الأمريكيين الذين غادروا وتركوا مطارا معطلا ضائعا دون وجهة. يحاول الأفغان بمساعدة قطرية الآن إعادة تشغيله، وعبره تصلهم المساعدات من أكثر من مكان لعلهم يقلعون إلى العالم الرحب.